يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الممكن أن يرسل الله سبحانه وتعالى ملكا من الملائكة؟ هل من الممكن شرعا أن يرسل الله ملكا من الملائكة إلى رجل لأجل أمر يخصه، كما أرسل الله ملكا إلى الرجل الذي زار أخا له كان يحبه في الله؟ ما نفرض على الله جل وعلا، ما نقول إلا بالدليل، ولا نقول يمكن هذا أو لا يمكن، لا نعلم، الله أعلم بذلك. نعم.